وش تقول تحدي؟ وانا اللي ما يدري عن الوجه حق. هلا 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 بطش فرج. هو بينه يكسر ايش؟ والله ما اقرا انا. اقرا. يكسر اي شيء من اغراض خالد. عقب سيت داون. ما عليك بكسر شيء ما ابغى. اقعد اقعد اقعد. اقعد اقعد خالد. عط عط اقعد. ترى اسمع انا يا خالد ارجع ارجع اسلم. اسمع انا شارف فناجيل التحدي ولا انت برايك؟ والله ما تروح. والله لو اني منك ادور اقرب شيء في مخباي اعطيه يقول اكسره. سعود امسك لي الرجال. امسك الرجال يا ولد. امسك الرجال ليه؟ امسك انت قد التحدي وببلشنا. امسكه. وش تسوي الحركات انت؟ لا تعطي ظهرك للكاميرا اهم شيء. يا رجال انا ماني يم الكاميرا. هتا بلا هلا. ها يا ولد امسك الرجال. امسك امسك الرجال. وش امسكه انت؟ قد التحدي امسكه. كذا ما ينطرح. لا خالد خالد دقيقة دقيقة أبي أهرج. أبي أهرج دقيقة. فيصل اطرح الرجال من هنا. تكفى يا أبو مدعي. غيره غيره. تشرب الفناجيل. وش طاح وش طاح؟ والله إنه نحاش. شق اللوكيشن شق اللوكيشن. حلوة كذا ما فيها غير أنا حالي. طار البيت. والله الظاهر عمر خلاص انت كسرت رجله طاح. نفذت الطلب يا عمر خلاص. عمر خلاص يا مسلم انكسرت رجله. انا قد التحدي صح؟ ايه استغفر الله العظيم. قضت 5 دقائق اول شيء وتم السيطره. 5 دقائق والله انكسرت رجله. قضت 5 دقائق وتم السيطره على رجلي مو بغلاوي. وهذه سبحتي هديه هذه. ابن بابا والله قطع. احنا قد التحدي. عطنا الثاني. المعامله بالمثل. عطنا الثاني. المعامله بالمثل. بما ان موضوع حلقتنا المعامله بالمثل. يا اخي انا تحدي. صور سناب اخنق هنا واكسر رجله واكسر شبحته. بخي اكسر رجلي. يلا عطنا الثاني. عطنا التحدي الثاني. استرح يا عمر اول شيء.